سلامتك يا ابوي، الف سلامه. يسلمك يا ولدي. اقعد اقعد. الحمد لله على سلامتك انت. الله يسلمك. والله يا ابوي ماني مصدق اني بقيت حر وعودت الصفوانيه واجي واروح زي ما انا عاوز. لله الحمد لله. لكن انت مال يدك؟ صبت برصاصه. رصاصه؟ مين ضربها عليك؟ لا ما تشغلش بالك انت، انا احكي لك بعدين. قول لي، اهل البلد شافوك؟ لا، انا جيت على هنيها على طول. لا، لازم اهل البلد يشوفوك، لازم الكل يعرف انك بقيت حر. حاضر يا ابوي، بكره ان شاء الله اطلع لهم. الحمد لله على السلامة يا حمدان. الله يسلمك يا زينة. مبروك يا حمدان. الله يبارك فيك يا نجية. والله كتر خيركم يعني على قعدتكم مع ابويا هنا في السرايا، وانكم يعني شايفين طلباته. امال يعني هقعد في دار تاني وهم الجوزي. جوزي؟